السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على بجايز من شيكر أو البحث عن السرقات الفكرية أو السرقات العلمية، ودي برامج متخصصة لما حد يقدم بحث علمي بياخد البحث دوت ويحطوه على إحدى البرامج ديت بحيث يتأكدوا هل هو نقلها من مكان آخر ولا لأ. يعني ممكن يكون مثلا في 3 4 صفح نقلهم زي ما هما من كتاب، ممكن يكون قال المصدر أو شال المصدر، فما بيحصل كمية النقل. تمام. وفي الأبحاث العلمية في الدول الغربية بيبقى بيقول لك انقل، بس انقل بفهمك. يعني لما تاخد الفقرة لازم تكتب المصدر، مفيش كلام في الموضوع دوت، لازم تكتب المصدر، وممكن تعيد صياغة الجملة بحيث إن أنت تصيغها بمفهومك مش كوبي بيست. تمام. إنما في دولنا العربية بعض الجامعات بتصر إن أنت تاخدها كما هي متعدلش فيها. طيب، ففي كذا برنامج الجامعات والكليات والأكاديميات العلمية بتستخدمها زي بلاجاريزم تشيكر. ده بتحط له الفقرة اللي انت عايزها، ممكن تفتح ملف وورد او اي حاجة تكون عندك على جوجل درايف او دروب بوكس، ويبدأ هو يفحص مقارنة بأبحاث علمية كتيرة، ويبدأ يشوف اذا كان في مشاكل او في حاجة كتيرة بنقولها. برضه دوت كيو تكست، ده برضو من المواقع اللي تقدر تفحص الحاجة اللي انت عايزها. في بلاجاريزم تشيكر برضو تقدر ترفع ملف انت عامله، هو يبدأ يفحص. في برامج برضو بتخصص كده، ده برضو تديله ملف هو يبدأ يفحصه. في كوبليكس برضو بيفحص. تمام. في بلاجاريزم تشيكر برضو، في اللي هو دبل تشيكر، وفي تيرنتين. ده برضو من أقوى المواقع، وده اللي بيصور في أغلب الأكاديميات والجامعات، ولما بتيجي تشترك فيه بيقول لك لو أنت محاضر أو مشرف على رسالة بليك حساب، ولما تيجي تخش يقول لك لأ لازم تكون تبع الجامعة، الجامعة هي اللي تعمل الحساب. وممكن بعد ما تعمل حساب الطلبة بقى تبدأ تدخل وترفع الملف، وأنت تحدد إذا كان يقدر يجدد الملف ده ولا لأ. يعني هو ممكن يرفع البحث مرة واحدة وخلاص، وانت بقى تشرف عليه وتشوف اذا كان في اخطاء ولا لا او مقبول ولا لا، او ممكن تخليه يرفعه كذا مره. يعني ممكن انت بعد ما تشوفه تبعت له تقول له عدل الحاجه ديت، فيرفعه تاني وتالت ورابع لحد ما يبقى مقبول. تمام. فدي اهم المواقع، وممكن واحد اللي هو بيعمل اي بحث يتاكد من الموضوع دوت بدل ما يبعت البحث ويترفض. لا، هو يعني يعمل تشيك على نفسه وعلى البحث بتاعه.